اهلا وسهلا البنات، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين وباحوال جيده. اليوم ان شاء الله فيديو جديد على القناه اللي غدا نتقاسم معكم فيه واحد الوصفه اللي كتجي زوينه ورائعه بمكونات اللي متواجده عندنا، يعني متواجده في كل بيت وكطيب بسرعه، يعني بدون فرن وسريعه، يعني ما تاخدش بزاف ديال الوقت بالنسبه للسيدات اللي ما تيكونش عندهم الوقت. والبنات اللي يلاه التحقوا بالقناة كنقول لكم مرحبا بكم، واللي مازال ما شاركوش كنقول لكم ما تنساوش ضغط على الزر الاحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، واكيد ديروا طلع على القناة غادي يعجبكم المحتوى ان شاء الله. ودابا غادي ندوز باش نوريكم المقادير اللي استعملت. عندي كاس ديال الزيت اللي متوسط 120 مليلتر، 3 ديال البيضات، عندي نص كاس ديال السكر، يعني ما كترش السكر كيبقى حسب الذوق. الحليب حتى هو نفس الشيء 120 مليليتر، شويه ديال الملحه، خماره ديال الحلوه 16 غرام، ساشي ديال الفاني، كاس ديال الدقيق، وكاس ديال الفينو، دقيق ديال الفينو. واللي ما عندوش يعني الدقيق ديال الفينو يمكن ليه يستعمل السميد الرقيق، حتى هو راه كيجي زوين. وعندي ياغورت طبيعي يعني ناتور، ما فيه حتى شي اضافات. هادو هما المكونات. ودابا غادي ندوز باش نحضر هاد الفطيره. هادي خديت اناء وضعت فيه البيض، 3 ديال البيضات، والسكر سنيده، والقليل من الملح، والسكر الفاني. يمكن لكم ديروا قشور ديال الحامض او لا، داكشي التنسيم كيبقى اختياري. وصافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان، وغادي نبقى نضيف المكونات الاخرى بالتدريج، وكنطرب غير بالطراب اليدوي. وضعت الزيت، الحليب، وغادي نضيف الياغورت الطبيعي بدون سكر، واللي ما عندوش اكيد يمكن ليه يكتفي غير بالحليب، واللي متواجد عنده من الاحسن يستعمله لانه كيعطي واحد الطراوه رائعه لهذه الفطيره هذه. وضفت دقيق ديال الفينو، واللي ما عندوش اكيد يستعمل السميد الرقيق كما سبق لي قلت لكم في الاول. ودابا غادي نبدا نوضع في الدقيق والخميره ديال الحلويات. دوزتهم في هاد الصفايه هادي، او المهم اللي عندكم شي غربال ضروري، المهم بحال كنوضحو كنصايبو في الكيك تماما، وكنخلط هكا بيدي. دائما البنات في التطريب ديال لي كيك او هاد بحال هاد الشكل هذا كنبقاو نطربو في اتجاه واحد، يعني واخا ما نكونوش مطربينو، يعني ما بغيش نديرو الجينواز. المهم دائما باش تجيكم الكيك ديالكم زوينه كتبقاو تطربو غير في اتجاه واحد. وضعت المقله على النار اللي تكون مهيله البنات، يعني تكون نار يعني قل من متوسطه، يعني غير قليله في الاول، يعني ما نخليوش المقله حتى تسخن عاد نبداو نديرو نوضعو في العجين. يعني ملي نحطو المقله مباشره كندهنوها بالزيت او الزبده، المهم اللي متوفر عندكم، وكنبداو نصبو في الخليط، يعني ماشي حتى تسخن المقله مزيان. وصافي غادي نوضع دابا نصف الكميه ديال الخليط، لان غادي هاد الفطيره هادي غادي نحشوها او نعمرها بالمربى والكوك، كيبقى اختياري. ممكن انتم يمكن لكم يعني في الحشوه ديروا اللي بغيتو، داكشي اللي كتبغي. اللي ما كيبغيش كونفيتير اكيد ما يستعملوش، يمكن اللي يستعمل الشوكولا او الفرماج او داكشي كيبقى حسب الذوق.
انا وضعت الكونفيتير لان وليداتي كيبغيوه، وبديت هكا كنوضع في الكونفيتير في الوسط ديالها، نحاولوا ما نقربوش للجناب بزاف، المهم كتبقى الحشوة في الوسط وكتجي زوينة البنات مع الكونفيتير والكوك، كتجي خطيرة هاد الوصفة هادي، كانت خطيرة فعلا. كتجي زوينة الحاجة، مني كتعجبني كنقول لها خطيرة لأن فعلا جات زوينة، وبغيتكم تجربوها لوليداتكم في هاد العطلة هادي. وصافي من بعد ما وضعت الكوك والكونفيتير في الوسط، زدت عليه باقي الخليط اللي كنت محتفظة بيه، يعني نصف الكمية ديال الخليط، وغادا نحاول نوزعها هكا نقادها قد السطح ديالها باش ما تبقاش، باش داك الكونفيتير تغطى. وصافي غادا نغطي عليها، ومن بعد ما غطيت عليها شوية حليت عليها باش تشوفوا، يعني كنوريكم بالمراحل، يعني كتبدا كتنفخ والجناب ديالها كيبدا اللون ديالهم كيتغير، لاحظوا معايا كيفاش كتولي، يعني كل مرة كنولي نوريكم مرحلة، يعني كنحيد الغطاء وكنديرو مرة مرة باش هكا تشوفوا يعني المراحل بالتفصيل. هنا راها قربات تقريبا، راها قريبة توجد، يعني منين نحس بالسطح ديالها بدا هكا كينشف، كنشوف الجناب ديالها، لاحظوا معايا راه ملاصقاش، خاص ولا بد ان المقله اللي تستعملو كما قلت لكم تكون ما تلصقش، حذاري انكم تستعملوا شي مقله وانتم ما عندكمش فيها الثقه، اكيد غادا تلصق لكم، واللي ما عندهاش المقله اللي يعني اللي ما كتلصقش يمكن ليها تستعملها يعني ديرها في الفران. هنا اللون ديالها راه تحمر مزيان ولا اللون ذهبي، ومن بعد ما يعني تقريبا وجدات غادا نوجدها في المقلة. انا كنت استعملتها الكودي البارح، يعني خليتها غير في المقلة ما درت حتى في شي يعني في شي طبق ديال التقديم باش هكا تبان ليكم باللي راها مصايبة في المقلة. درت شوية ديال الكريمة ديال الطبخ مع الشوكولاط الاسود، يعني درتهم سخنت الكريمة وضعت فيها الشوكولاط، ومن بعد حطيتها هكا فوق السطح ديال هاد الفطيرة هادي اللي كتجي رائعة وزوينة بزاف. غادا نبقى نقول لكم زوينة لأنها فعلا زوينة، وكنتمنى أنكم تجربوها. وبالنسبة للتزيين، يعني الناس اللي ما كتبغيش الشوكولاتة يمكن ليها ما تستعملوش، يعني المهم عندي هي الفطيرة كيفاش كتجي، يمكن لكم تغيروا في الحشوة وفي يعني فوق في التزيين ديالها، كيبقى داكشي حسب الذوق ديال كل سيدة فينا وداكشي اللي كتبغي هي الأسرة ديالها. اكيد هادشي اللي كنستعمل انا داكشي اللي كنبغي انا وفي الدار ديالي وليداتي، وكل واحد شنو كيبغي يستعمل هكا في المنزل ديالو. يمكن لكم ترشوها بشويه ديال العسل او دهنوها بشويه ديال العسل، او ديروا لها الكونفيتور ديال المشماش مع الكوك حتى هو كيتواتى معاه، المهم داكشي اللي كتبغيو نتوما، اولا بالكاوكاو داكشي كيبقى اختياري. وهنا زينتها بشوية ديال الفخيز وليميرتي، جات زوينة البنات خفيفة، وصايبتها في واحد الوقت اللي سريع بزاف، يعني ما خدتش ليا بزاف ديال الوقت حتى لاخر لحظة، ونط كنفكر لولادي شنو غندير لهم الكوتي، لقيت هذه ساهلة وبسيطة، صافي درت عليهم وبغيت نبارطاجيها مع البنات لان العطلة هذه وكيبغيو هكا يديروا وليداتهم مرة مرة. هذه البنات راه احسن من الكيك والله العظيم، الى الشكل ديالها والمذاق ديالها جربوها تاكد غادي تعجبكم، احسن من الكيك وكطيب بسرعه، يعني في دقائق معدوده يمكن لك تحضريها تضربيها ديريها في المقله، غير هو المقله دائما كنزيد ناكد انكم تنقصوا النار اللي تكون مهيله بزاف. وهنا راه الفطيره ديالي واجده، كنتمنى انها تعجبكم، ولي عجبتكم اكيد ما تبخلوش عليا بلي لايك وبارطاج، لي لايك ديالكم اللي كتحفزني وكتعاونني هكا، واخا ما كنربح عليها حتى شي حاجه، انا ما المهم غير باش القناه ديالي هكا كيبقى لطف منكم باش هكا تطلع الناس اخرين يشوفوها، لان ما كاينش فيها الناس بزاف، لان ماشي ما باغينش يدخلوا ليها،
وإنما اليوتيوب كيشوف القنوات اللي عندهم أكثر مشاهدة هي اللي كتبقى تطلع، وهكا الناس يمكن لهم يتلاقاو بيهم ويشاهدوهم. أما هكا القنوات واخا تكوني تخدمي عليها مزيان، إلا ما كانتش فيها المشاهدة اللي عالية أو اللي لايك اللي كيطلعوا هكا الناس باش يشوفوك، أكيد ما كتبقاش طالعة، باش ما كيتلاقاوش بها الناس. المهم البنات، كنشكركم على المتابعة، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر. والبنات اللي مازال ما اشتركوش، أكيد كنزيد نأكد عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر، والسلام عليكم.